اسكندريه. لا انا في القاهره. انا في اسكندريه. في القاهره ولا في اسكندريه؟ انت هتصدق ايه؟ ممكن اكون في القاهره في الاوضه عندي. انا فين؟ الموضوع مش بالسهوله دي. ممكن اي حد يقول لك اي حاجه وتصدقه. طيب ايه؟ انا في القاهره. طب الايام عامله ازاي؟ طب كده. طب الايام عامله ازاي؟ طب كده. لا كده. ايوه كده. اوعى تصدق اي حاجه بتشوفها وخلاص. احنا اقصد باحنا الناس اللي بتعمل محتوى فيديو ايا كان ايه هو، نقدر نلعب بالحاجات اللي احنا ممكن نصورها. الموضوع في الاخر بيرجع لضمير الواحد. انت بقى هتصدق ايه؟ انت المفروض بقى عندك عقل تعرف تقيم الموضوع عامل ازاي. طبعا الموضوع انا في اسكندريه ولا في القاهره هو مش هيفرق قوي بالنسبه لك يعني في حياتك الشخصيه، بس انا بتكلم ده كمثال ان انا ممكن اقول لك حاجه وانا بعمل حاجه ثانيه خالص، او حاجه مش حقيقيه وانت اقتنعت بحاجه معينه وخلاص. بس في الاخر الموضوع نفس الحكايه. انا وصلت لك اللي انا عايز اوصله لك. ان شاء الله اكون عارف ان ده غشقر، مش تفرق. هي كده كده في الاخر اللي انا عايزه عملته، وخيتك انت تقتنع بالحاجه اللي انا عايز ابعتها لك عبر الفيديو ده. طيب دلوقتي انا في اسكندريه، رحت القاهره وجيت قعدت يومين في القاهره عشان اجيب حاجات تانية هناك من هناك، وجيت تاني وهبدا بقى اسبوع جديد. ان شاء الله الاسبوع ده هيبقى جامد. المفروض ان انا كده خلاص اتعودت وعرفت هعمل ايه. ما صورش غير فلوجين بس الاسبوع اللي فات. النقله كانت صعبه بالنسبه لي وجدولي متلخبط وكل حاجه بالنسبه لي مش موجوده في مكانها، فبالتالي انا مش عارف اظبط نفسي واظبط وقتي واظبط المونتاج فين والمذاكره امتى وبتاع، وعندي امتحان بعد بكره، فكل الكلام ده ومع بعض صعب. فهحاول يكون في 3 فيديوهات 4 فيديوهات في الاسبوع ان شاء الله. هحاول اعمل كده وارتب نفسي عشان الضغط، لان اصلا دلوقتي الكورس الصيفي بيبقى مضغوط جدا وفي كميه معلومات بتتاخد مره واحده كده، فانت عايز تستقبل كل الكلام ده وتذاكره في نفس الوقت وتمتحن فيه وتجيب فيه درجات عاليه. فده الموضوع مش سهل الا اذا الدكتور بتاع الماده كان عطوف علينا شويه واحنا ايه معانا كده. دي حاجه تانيه. انا مش عارف الفيديو ده هيبقى عامل ازاي، هل طويل كبير صغير، بس انا كان عندي رساله وعايز اقولها لك. هي دي الفكره، يا رب تكون فهمتها. بس كده. السلام عليكم.